مؤسسة بريدية الجزائر تشرع في تعويض المواطنين ضحايا الاختلاسات وصب الرواتب والمعاشات ابتداء من 15 سبتمبر الجاري. الأولوية لتحسينية التغطية بتقنية الجيل الثالث عبر كامل الولايات وخدمة الجيل الرابع غير مطروحة في الوقت الحالي. ودوليا نيكولا ساركوزي يقصف غريمه ورئيس هولندا بالثقيل ويدعو إلى إنشاء مراكز لفرز المهاجرين في دول شمال إفريقيا. مشاهدينا الموعد الإخباري من قناة الجزائرية، أهلا بكم. أكد المدير العام لمؤسسة بريدية الجزائر تقديم صب معاشات المتقاعدين وكل الموظفين ابتداء من 15 سبتمبر الجاري، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. تصريح ميكروفون سارة بونب. ننتظروا إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون هناك اكتظاظ كبير على مستوى المكاتب البريدية، هو الاكتظاظ الناجم عن صب المعاشات خاصة المتقاعدين، يكون إن شاء الله يوم 15 و16 يوم 2020 حتى 26 في الشهر، دونك راح نديرهم في يومين فقط. هناك كذلك كل المؤسسات والوزارات كل العمال راح يتحصلوا على الأجر تاعهم قبل عيد الأضحى بما فيهم عمال بريد الجزائر إن شاء الله. إلى جانب ذلك أكد على تمديد ساعات العمل بمراكز البريد ابتداء من يوم الخميس المقبل، وتعهد بتوفير السيولة المالية عبر كامل مكاتب البريد. نقوم إن شاء الله بتمديد ساعات العمل يوم الخميس القادم إن شاء الله يوم 17 في جل الشبكة البريدية، كل شبكة البريدية راح نمد ساعات العمل يوم الجمعة إن شاء الله في المكاتب الكبيرة، وبعض المكاتب يكون فيها اكتظاظ نفتحها يوم الجمعة الصباح سنة 8 حتى الساعة 12. فيما يخص توفر الأموال، الأموال متوفرة كل مواطنين، الأموال كاينين، توفر الأموال ما فيش مشكلة، توفر الأموال كاينين. كما تحدث مدير بريدية الجزائر على وضع ميكانيزمات جديدة لتعويض المواطنين ضحايا الاختلاسات. جريمة ما عندهاش بريسيبسيون، كل الجرائم كل الاختلاسات اللي وقت نتبعها نطمئن المواطنين بلي الأموال تاعهم مضمونة ب لا فورس دو لوا، القانون يضمن اموال المواطنين المدعاه لدى بريد الجزائر. قمنا خلال الاشهر القليله الماضيه بوضع ميكانيزمات باش نكونوا تعويض المواطنين ضحايا اختلاسات. كانت لجنه مركزيه على مستوى المديريه العامه تقوم بدراسه كل القضايا على المستوى الوطني، قمنا بديسونتراليزم هذه اللجنه. دوكا المواطنين نقوموا بتعويضهم على المستوى المحلي لحد معين. سقفنا شفنا كل القضايا حتى 500 ألف دينار جزائري تقريبا 90% من القضايا درنا على المستوى المحلي، تم التعويض على المستوى المحلي، الاخرين يطلعوا هنا على المستوى المركزي، وهذا لاسباب الرقابه والكنترول. وللحد من هذه الاختلاسات وضعت مؤسسة بريدية الجزائر آلية لمراقبة هذه العملية من خلال رسائل نصية قصيرة تدخل حيز الخدمة شهر أكتوبر القادم. باش تكون ما كانش بزاف اختلاسات قمنا بوضع نعتمد على التكنولوجيا الإعلام والاتصال، منها الرسائل النصية الاس ام اس، رسلنا خدمات الاس ام اس، كيكون هنا سحب من طرف صاحب بطاقة نقدية في نفس الوقت يكون عنده اس ام اس، وبدينا في هذه الخدمة وإن شاء الله نعموها في الأيام القليلة الجاية. إن شاء الله يكون على أكثر تقدير شهر أكتوبر كل المواطنين اللي عنده موبيل مشترك في الخدمة كي يكون سحب على مستوى الحساب البريدي الجاري يتلقى لرسالة نصية قصيرة أنا سامس. وقع الخميس وزير النقل بجمعة طلعي على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسككية الحديدية ونظيرتها الفرنسية في ميدان تكوين عمال السكة الحديدية. تصريح الوزير في ميكروفون أسمع ناسلي. هي اتفاقية شراكة مع اس ان سي اف يعني الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية مع الشركة الجزائرية للسكة الحديدية اس ان تي اف في ميدان التكوين باش نخلق مدرسة متخصصة لتكوين عمال السكة الحديدية اللي شمنوا بالشرق الجزائري. والاتفاقية الثانية هي خلق شركة جزائرية مختلطة في ميدان الصيانة، صيانة العتاد وصيانة الشبكة. Elle va tout simplement moderniser la Société nationale de transport ferroviaire.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري محمد فروخي أن قطاعه الوزاري عكف على تنظيم أسواق المشية ونقاط البيع هذه السنة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والجماعة المحلية ووزارة التجارة. التصريحات في ميكروفون أسمع ناسي. فيما يخص عيد الأضحى نظن احنا رانا جاهزين على مستوى مختلف الولايات، خاصة الولاية الشمالية هي اللي تعرف بالك نظن كثافة في وجود الأغنام. اليوم سيكون فيه مواقع محددة لنحسن فيها ظروف من جهة الصحة الحيوانية ومن جهة أيضا الأمن، لباه المواطن يروح يشتري بكل ارتياح. وهذا هو التنسيق اللي رانا نديره مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأيضا مع وزارة التجارة. خلال زيارة عمل وتفقد قامت بها إيمان هودة فرعون وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إلى متعاملي الهاتف النقال، أكدت على أن الأولوية لمواصلة تحسين التغطية بالجيل الثالث ثم الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع. رفيق عبودة. أكدت إيمان هودة فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن التركيز منصب حاليا على مواصلة التغطية الشاملة للولايات بخدمة الجيل الثالث ومن ثم الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع. بالنسبة للجيل الرابع كما لاحظتم معنا اليوم كلتا المتعاملين مستعد للذهاب إلى تقنية الجيل الرابع النقال، ولكن بالنسبة للناحية التجارية ليست يعني لن تكون إيجابية جدا بعث الجيل الرابع قبل الانتهاء من نشر شبكة الجيل الثالث. كما أكدت الوزيرة أن متعاملي الهاتف النقال أصبح يستثمران ما نسبته 20 إلى 25% من أرباحهما في الجزائر. بالنسبة للمتعاملين الاثنين هناك إنجازات جيدة، 20% من مداخل شركتين بين 20 و25% تقريبا بالنسبة للمتعاملين يعاد استثمارها في الجزائر. بالتأكيد هذه أمور تجارية تخص متعاملين، نتمنى أن النسبة المئوية تزداد في المستقبل. هذا ووقع بريد الجزائر اتفاقية مع المتعامل جيزي بهدف إدخال خدماته داخل مراكز البريد المنتشرة عبر الوطن. أما بخصوص دخول متعامل جديد إلى السوق الجزائرية، كشفت الوزيرة أنه غير متوفر في الوقت الحالي، مؤكدة أن القرار ليس سياسيا بل له علاقة بالجانب التقني والوقت الراهن لا يسمح بذلك. تصريح الوزيرة في ميكروفون رفيق عبود. Ce n'est pas une décision politique, c'est technique. C'est-à-dire si techniquement la technologie offrirait une meilleure, permettrait d'offrir un meilleur service même avec une dizaine d'opérateurs, on ira vers 10 opérateurs, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, ce n'est pas avantageux. دعا وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعات التقليدية عمار غول إلى ضرورة المرور نحو استثمار سياحي دائم لا موسمي. التصريحات في ميكروفون أسمع ناسي. قطاع السياحة اللي كان خلال سنوات طويلة على هامش الاقتصاد الوطني، اليوم مهمتنا وهو أننا نعمل باش نجعل قطاع السياحة في قلب الاقتصاد الوطني، وهذا من خلال أولا الانطلاق في بناء المرافق على مستوى كل تراب الوطني. قمنا بعدة إجراءات جديدة في كيفية تسهيل العقار السياحي للاستثمار، كذلك تخفيف ملف الاستثمار ومدة معالجة الملفات، يعني باش نبني مرافق فضاءات سياحية مستدامة مش موسمية وتغلق. أحل رئيس الجمهورية الفريق أحمد بوصيلة القائد العام لدركي الوطني على التقاعد، وعين خلفه اللواء نوبة مناد الذي كان يشغل منصب قائد الأركان بالدركي الوطنية. في موضوع آخر، وأمنيا في إطار محاربة الإرهاب ومواصلة لعملية التطويق والبحث على مستوى القطاع العملية لبومرداس، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إرهابيا صباح الخميس بمنطقة ولاد موسى، واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة وهواتف نقالة وأغراضا أخرى، لترتفع حصيلة هذه العملية الجارية إلى تحييد 3 إرهابيين واسترجاع مسدسين رشاشين. 11 سبتمبر 2001، تاريخ يحمل روايات عديدة، إلا أنه جعل الغرب يطرح أسئلة عن الإرهاب الذي اكتوت الجزائر بناره في وقت مضى. خلف مزود.
تاريخ الثلاثاء 11 سبتمبر 2001، المكان الولايات المتحدة الأمريكية. الحدث: أربع طائرات نقل مدني تجارية وجهت لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها، والأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وسقط نتيجة لهذه الأحداث قرابة 3000 ضحية، وبين تاريخ إعلان واشنطن الحرب على القاعدة والحرب على داعش 13 عاما من الحرب على الإرهاب. تلك الحرب التي لا زالت مستمرة قضت على بلدان برمتها، لكن لم تنجح حتى الآن في وأد تقدم الإرهابيين. الولايات المتحدة الأمريكية أخذت على عاتقها محاربة التنظيمات المسلحة انتقاما لأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي تحل حاليا ذكرها 14. تغييرات كبيرة حدثت في السياسة الأمريكية عقب هذه الأحداث، والجزائر بدورها استغاثت ونادت في وقت كانت تكتوي وتنزف فيه بنار الإرهاب بوجوب مكافحته، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. لكن أحداث 11 من سبتمبر 2001 كانت المنبه الذي أيقظ العالم والغرب خصوصا لمواجهة واستئصال مصطلح كان مجهولا لديه، وهو الإرهاب. هذا وستكون لنا وقفة حول هذا الموضوع بعد قليل في ضيفي الأخبار. مشاهدينا، من الأخبار الوطنية إلى الدولية، كشف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة صحفية مع جريدة لوفيغارو اليمينية أنه يخشى مما وصفه تفتت المجتمع الفرنسي جراء أزمة المهاجرين، داعيا إلى إنشاء مراكز لفرز اللاجئين في الدول المجاورة لأوروبا. مصطفى بمون. نيكولا ساركوزي أكد أنه يعارض فكرة استقبال فرنسا لكل المهاجرين بحجة أن هناك عددا كبيرا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تقديم يد العون لهم، كما دعا إلى خلق وضع قانوني جديد يسمح للمهاجرين السوريين والعراقيين بالدخول إلى فرنسا كلاجئي حرب شريطة مغادرتهم البلاد عندما تتحسن الأوضاع الأمنية في بلدانهم. وطالب ساركوزي بإعادة النظر في معاهدة شنغن وفتح مراكز لفرز المهاجرين في الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي وفي شمال إفريقيا. وفي معارضته المعهودة لغريمه الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، انتقد ساركوزي تأخره في إرسال طائرات استطلاع فوق سوريا لرصد تحركات ما يسمى تنظيم داعش. ويرى ساركوزي أن محاربته لا يمكن أن تكون فقط عبر الجو، بل عبر إرسال قوات برية، رافضا إرسال قوات فرنسية بل من مصر وأخرى من الخليج. ودعا إلى إشراك روسيا في الحرب على داعش وطي صفحة ما وصفها بالحرب الباردة الجديدة التي اندلعت بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، والسماح بعودة روسيا إلى دول مجموعة الثمانية. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية التي كان طرفا مباشرا في اندلاعها، فيرى أنه كان من المفروض الاستمرار في تقديم المساعدات التي كانت تمنحها فرنسا لهذا البلد، متهما فرانسوا هولاند بطريقة غير مباشرة وبعض الدول الغربية التي لم تقدم الدعم العسكري والاقتصادي اللازم للسلطات الليبية المنتخبة. وباقي أخبار العالم نتابعها مختصرة مع مصطفى بامون ثانية. قال وزير النفط القطري محمد السادة هذا الخميس قبيل اجتماع لوزراء النفط في دول الخليج إن منتجي النفط الخليجيين سيواصلون الاستثمار للحفاظ على إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة. وقال الوزير إن العالم يعرف جيدا أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك موثوق به لا يدخر جهدا ولا استثمارات لتأمين مصدر مستقر للطاقة من أجل دفع عجلة الاقتصاد العالمي. أكدت الحكومة الصينية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات بالذخيرة الحية على مدى 3 أيام في مضيق تايوان الحساس بدءا من هذا الجمعة، وتعتبر الصين تايوان جزءا منها ولم تستبعد أبدا استخدام القوة لإعادتها تحت سيادتها. وتحسنت العلاقات بين الجانبين خلال حكم رئيس تايوان ماينج جيو الذي وقع سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الكبيرة مع الصين، غير أن الشك والارتياب لا يزال عميقا لدى الجانبين. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن التعزيزات العسكرية الروسية في سوريا باتت مؤكدة، لكنها لا تزال تجهل الدوافع الروسية وراء ذلك. وحسب مسؤولين عسكريين أمريكيين فقد تم رصد جنود و10 آليات لنقل العسكريين في منطقة اللاذقية، كما رصد جنود وآليات في مطار باسل الأسد،
وتخشى الإدارة الأمريكية من نوايا موسكو من دخولها الحرب إلى جانب قوات الأسد. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجر بإساءة معاملة اللاجئين قائلة إنها تعاملهم كالحيوانات، مؤكدة أن معسكرات الإيواء فيها مرعبة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المجرية أنها اعتقلت 3321 مهاجرا الأربعاء، وهو العدد الأكبر من اللاجئين الذين يتم اعتقالهم خلال العام الجاري. أفاد فريق دولي من العلماء بأن بقايا العظام التي عثر عليها بين عامي 2013 و2014 في مغارة بجنوب إفريقيا، والتي قد تكون لحوالي 15 شخصا من بينهم أطفال وكبار ومسنون، قد تعود إلى نوع بشري غير معروف لحد الآن. وعثر على هذه العظام وهي مجموعة من 1550 قطعة بحسب ما أعلنته جامعة ويت واتر ساند في جوهانسبورغ وناشيونال جيوغرافيك سوسيتي ووزارة العلوم في جنوب إفريقيا.